مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ غدا ارتفاع واضح على درجة الحرارة تصبح أعلى من المعدل. أيضا هناك زخات أمطار متفرقة هذه من الجبهة الهوائية الدافئة، خاصة ليلة الأحد على الاثنين، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة، وأيضا هناك بعض الأمطار المتفرقة في مناطق مختلفة، لكن أيضا بتكون هناك رياح نشطة جنوبية وشرقية، جنوبية شرقية نشطة مثيرة إلى قوية أحيانا، مثيرة الغبار والأتربة، خاصة يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء وقبل الهطول، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون يوم الأحد تحت تأثير كتلة هوائية دافئة إلى حارة نسبيا أيضا جافة، تؤدي إلى حدوث ارتفاع على درجات الحرارة، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تبدأ المملكة بالتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، ويوم الاثنين مساء ليلة الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء تسيطر على المملكة كتلة هوائية باردة ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، هذه اللي يمثلها اللون الأخضر، وتؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وسقوط الأمطار بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل الهطولات فنلاحظ أن الأحد مساء وأثناء الليل هناك بعض الهطولات المتفرقة، بعض الأمطار المتفرقة بسبب الجبهة الدافئة. بنلاحظ في جنوب المملكة بتكون في المناطق الجنوبية في البداية، ثم تنتشر لاحقا إلى بعض المناطق الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين تنتشر الأمطار لتشمل المناطق الشمالية وأيضا بعض المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية من المملكة، لكن تشتد الأمطار إن شاء الله يوم الاثنين بعد الظهر وفي المساء، لكن ذروة الأمطار وقوتها وشدتها راح تكون إن شاء الله ليلة الاثنين على الثلاثاء، وبتكون غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول بشكل واضح، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المنخفضة بشكل عام في المملكة. ويوم الثلاثاء بيستمر تأثير الكتل الباردة وبيستمر هطول الأمطار، تكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة وزخات رعدية من مطر. الأمطار اللي بتكون ليلة الاثنين على الثلاثاء أيضا تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد وبتكون غزيرة أحيانا، كذلك يوم الثلاثاء بتكون في معظم مناطق المملكة تقريبا، وبكون أبرد يوم تقريبا هو يوم الثلاثاء وليلة الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء، أكبر كمية هطول بإذن الله إن شاء الله ستتساقط الأمطار على المملكة في معظم مناطق المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة الأجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة الصغرى أعلى من المعدل، وأجواء غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية. وأما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، ثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد ارتفاع على درجات الحرارة واضح وبتكون أعلى من المعدل، يعني بتكون العظمى ما بين 20 إلى 22، وتظهر السحب العالية والمتوسطة، لكن ليلا تسقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية. الثلاثاء انخفاض كبير وملموس على درجات يوم الاثنين، انخفاض بداية الانخفاض على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا، لكن ليلة الاثنين على الثلاثاء تشتد الأمطار، تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في الأماكن المنخفضة. الثلاثاء انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، يعني العظمى بتكون بحدود 10-11 درجة مئوية، إذا الأحد بحدود ما بين 20-22، يوم الاثنين
الاثنين ما بين 15 إلى 16 ويوم الأحد 10 إلى 12 درجة مئوية العظمى، وأيضا أجواء يوم الثلاثاء باردة غائمة ماطرة بإذن الله، والعظمى بحدود 10-11 والصغرى بحدود 9 درجات مئوية. لذلك نحذر من التغيير الكبير في درجات الحرارة، والتغيير راح يكون نحو الانخفاض، بالتالي نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة. نبدأ في المناطق الشمالية، إربد أجواء غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة خاصة أثناء الليل، العظمى 19 والصغرى 12، عجلون 18-13 غائمة جزئيا مع بعض الأمطار أحيانا، جرش 22-16، المفرق 22-15 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى أجواء غائمة جزئيا، أيضا هناك فرصة لبعض الأمطار في منطقة مأدبة والبحر الميت، والحرارة المتوقعة في البلقاء 20 العظمى والصغرى 15، مأدبة 20-15، عمان 20-16، البحر الميت 28-22، والزرقاء 23-17. أما المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية رياح نشطة مثيرة الغبار والأتربة، أجواء غائمة جزئيا، أيضا هناك أمطار متفرقة بين الحين والآخر، وبتكون الحرارة في الكرك 23 العظمى والصغرى 14، الطفيلة 21-14، الشراح 20-12، والعقبة 30-19 مع أمطار أيضا، وإمعان 25-14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء مبرة غائمة جزئيا إلى غائمة مع أمطار على فترات خاصة أثناء الليل، الأزرق 25-16، الصفاوي 24-15، والرويشد 24-16 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله مع ملاحظة أن هناك تغيير وانخفاض كبير على درجات الحرارة، سيبدأ من بعد ظهر يوم الاثنين ويكون واضح يوم الثلاثاء، وأيضا هناك رياح نشطة مع حبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها ما يتجاوز 70 كيلومتر أحيانا، بعض الهبات خاصة في المناطق الصحراوية وتكون مثيرة للغبار والأتربة. نرجو للجميع السلامة، وأيضا هناك عندما يبدأ الهطول خاصة ليلة الاثنين على الثلاثاء هناك أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه، وممكن تحدث بعض الفيضانات والسيول خاصة في الأماكن المنخفضة. نرجو للجميع السلامة ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع